البداية بقى بخبر حلو متعلق بالفريق الأول لرجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي اللي فازوا ببطولة كأس السوبر المصري في نسختها الأولى بعد ما فازوا على فريق الزمالك بنتيجة 3 أشواط نظيفة. سيطر رجال طايرة النادي الأهلي على مجريات المباراة اللي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. تفوق في الشوط الأول بنتيجة 25-20، دي كانت نتيجة الشوط الأول، وواصل تفوقه في الشوط الثاني، وبعد كده استطاع أنه ينهي المباراة لصالحه ويتوج بالنسخة الأولى من كأس السوبر. تألق النادي الأهلي كان على مستوى الضرب الساحق طبعا بفضل ضربات أحمد صلاح الساحقة، وكذلك حائط الصد عن طريق محمد عادل دولة وعبد الرحمن سعودي، وكمان الاستقبال عن طريق اللاعب الكوبي المشارك ضمن طبعا كتيبة وسكواد النادي الأهلي. لكن الأهلي زي ما قلنا يعني قبل كده وكنا بنمبارح حتى بنتكلم مع حضراتكم في التفصيلة دي، تأهل إلى نهائي كأس السوبر لكرة الطايرة بعد ما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3 أشواط نظيفة، بينما تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد ما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1. وبالمناسبة امبارح فاز الاتحاد السكندري بالميدالية البرونزية بعد التغلب على طلائع الجيش بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. بص يا كريم، دي اول البطولات من كاس السوبر المصري، هنتكلم في النسخه كمان الاولى، وده ملف مهم احط تحتها كذا خط، دي النسخه الاولى، والحمد لله ان احنا بنتكلم النسخه الاولى وبيفوز بيها كمان الاهلي. فهنيجي نتكلم، لا الاهلي دايما مفرحنا والاهلي دايما بياخد البطولات الجديده، وعشان كمان نتكلم هنا ونقول ان هو بيضيف لبطولات كده، يعني كل موسم كؤوس جديده واذرع جديده وجوائز جديده، فاعتقد ده شيء طبيعي واحنا يعني سعداء ان هو كمان بيحصل. بنتكلم عن البطوله برده في نسختها الاولى، بنتكلم كمان الاهلي حاصد البطولات هنا على مستوى يعني مختلف الالعاب، مش بنتكلم في لعبه او رياضه بعينها.